الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل الدعاء في صلاة الوتر واجب أم لا بأس أن أتركه في بعض الأحيان وخصوصا عندما أكون متعبا؟ الحمد لله. الجواب: المتقرر عند العلماء أن السنة فعل السنة على الوجه الذي وردت عليه، والعلماء قسموا السنن إلى قسمين: إلى سنن مؤكدة وإلى سنن غير مؤكدة. والسنن المؤكدة هي التي ثبتت المداومة عليها دائما وأبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كالرواتب قبل الفرض وبعده، والوتر وقيام الليل، هذه من السنن المؤكدة، فلا ينبغي للإنسان إهمالها ما دام قادرا على فعلها. وأما النوع الثاني من السنن فهو السنن غير المؤكدة، وهي التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها أحيانا وتركها أحيانا. والدعاء في الوتر من هذا النوع الثاني وليس هو من النوع الأول، فلا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الوتر دائما وأبدا، وإنما علم الحسن ابن علي رضي الله عنهما كلمات يقولهن في قنوت الوتر، كما ثبت ذلك في مسند الإمام أحمد وغيره بسند جيد. ولكن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في صلاة الوتر. فإذا الدعاء في الوتر ثبت بتعليمه، ولكنه لم يثبت بفعله، إلا الدعاء في النوازل كما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى. وبناء على ذلك نقول: إذا دعا الإنسان في الوتر أحيانا وترك أحيانا فإنه قد فعل السنة على الوجهين. والمتقرر عند العلماء أن العبادة الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة، فالمداومة على ترك الوتر دائما وأبدا خلاف السنة، والمداومة على فعل الوتر دائما وأبدا أيضا المداومة على الدعاء في الوتر دائما وأبدا هذا خلاف السنة، والمداومة على تركه دائما وأبدا هو خلاف السنة. ولكن من دعا في الوتر أحيانا وترك أحيانا فهذا هو الذي فعل السنة على الوجه الذي وردت عليه. والمتقرر عند العلماء أن ما ليس بسنة مؤكدة شرع تركه أحيانا حتى لا يصف مصاف السنن الراتبة. فإذا أيها السائل الكريم، سواء أكنت عاجزا عن الدعاء أو قادرا، فأنا أدلك على أن تدعو أحيانا وتترك أحيانا، لا يكون الترك من باب العجز بل من باب اتباع السنة، فالدعاء سنة والترك سنة، والله أعلم.